مسجدين صورتهم على العشرة وعلى المئة جنيه، منهم واحد جواه مقبرة ملكية كاملة من أول الخديوي إسماعيل لحد الملك فاروق الأول. تعالوا نحكي لكم حكايتهم إيه. جولتنا النهاردة بتبدأ من مسجد السلطان حسن والرفاعي. المسجدين موجودين قدام قلعة صلاح الدين الأيوبي. أول ما تروح هناك هتحس إنهم مكان واحد، لكن الغريب إنه في فرق بينهم 500 سنة. هتبدأ رحلتنا في مسجد السلطان الرفاعي اللي صورته موجودة على العشرة جنيه. اتسمى المسجد نسبة للإمام أحمد الرفاعي اللي اتولد في الحجاز، ولكن عاش حياته في القاهرة، وأثبت تاريخياً إنه ما اتدفنش هناك. المدفون هناك هو حفيد الشيخ أبي شباك الرفاعي. وإنت في المسجد هتنبهر من التحفة المعمارية والتفاصيل المنقوشة على الجدران. والمسجد في مكان مخصص للصلاة وجزء المدفن الأسرة الملكية. المسجد تم إنشاؤه في القرن التسعتاشر، واللي أشرفت على بنائه الملكة خشيار عشان تكون مقبرة للعائلة المالكة. علشان كده هتلاقي ان في جزء اتخصص من المسجد للمقابر الملكية من اول الخديوي اسماعيل لحد اسرة الملك فاروق الاول. بعد ما تخلص مسجد الرفاعي هتروح لمسجد السلطان حسن اللي بالمناسبة بيعتبر مسجد ومدرسة، وصورته موجودة على المئة جنيه. بيعتبر المسجد من أضخم وأطول مساجد مصر اللي أنشأها السلطان حسن ابن قلاوون في القرن الأربعتاشر. والمسجد ليه حكاية غريبة. اتبنى المسجد وقت انتشار مرض الطاعون، ومات حوالي 40% من سكان مصر. هو ما كانش جامع بس، لا كمان كان مدرسة لتدريس المذاهب الإسلامية الأربعة، وتم استخدامه كحصن حماية، وده لأنه قريب جدا من القلعة. وبيعتبر مسجد السلطان حسن من أهم المساجد السياحية اللي بيجي لها سياح من كل مكان. وبكده تكون انتهت جولتنا في اتنين من أهم المساجد المصرية وأكثرهم شهرة.